أظن كلنا عارفين وواخدين بالنا وشايفين إن رمضان خلاص بيهل. المصريين علاقتهم برمضان طبعاً صلاة وصوم وإيمان وموائد رحمن وشنط رمضان، لكن كمان المصريين بيعتبروا رمضان مناسبة احتفالية شديدة لازم نستعد لها، لأن ده شهر عمار البيوت، شهر بقى العزايم والسفرة المفروشة بمزاج والأكل اللي معمول حلو والضيوف والقرايب والحبايب، يعني ده سلو بلدنا في مصر ومش هنضحك على نفسنا. ومن زمان بالنسبة لنا رمضان هنعمل إيه؟ الستات بقى الشاطرة اللهلوبة تقول لك هخزن خزين رمضان، هعمل استعدادات رمضان. ايه يا ستي استعدادات رمضان؟ هشتري كذا وكذا وارتب واغسل ايه واوضب ايه واجهز الخضار واعمل مش عارف ايه عشان لما يخش عليا رمضان ابقى مستريح. اللي هتجيب خضار وتفرزنه، اللي هتجيب طماطم وتعملها صلصه، اللي هتجيب سمبوسك ومش عارف ايه وتحشيه، اللي هتوضب يعني. وطبعا لازم بقى نعمل الخزين بتاع البيت، زيت وسكر وشاي وسمنه عشان رمضان. طيب الايام دي بقى لنا فتره في دربكه في الاسواق، واحنا كلنا شايفين في سلع بتختفي، التجار بيخفوها بالعمد، الحكومه طول الوقت تقول السلع موجوده واسعارها معروفه لكن التجار بيخفوها، وبعدين ينزل وزاره الداخليه وتنزل الاجهزه الامنيه تمسك مخازن كبيره جدا مليانه بضاعه هم مسقعينها بالبلدي مستنيين لما السوق يتعطش علشان ينزلوها ويبيعوها غالي، والناس مش مهم بقى. وبعدين ان يقول لهم واحنا مالنا، ما الحكومه مش منزله، والحكومه منزله وهم مخبيين الحاجات. شفنا الكلام ده، الاجهزه الامنيه شغاله، الاسعار عماله والناس عماله، يعني في بورصه اسعار كده ما حدش فاهم لها راس من رجلين. هو البيض، طبق البيض بيغلى كل يومين 5 جنيه ليه؟ هي علبه اللبن بتغلى كل يومين 2 و3 جنيه ليه؟ وهي نفس الرف، وهي نفس الرف. طيب عندك سكر يا حاج؟ لا ما عنديش. وبعدين عندي بسعر غالي. الحاجة لازم نبلغ فيه البوليس على فكرة، ونبلغ فيه جهاز حماية المستهلك. الحاج لازم، لأن الحاج بيأذينا ومش واخد باله، هو عايز يحقق مكسب 20-30 جنيه زيادة، لكن الحاج بيأذي المصريين كلهم. هذا الأمر اللي احنا زي ما انا دايما صريحه معاك وفاتحه باب قلبي على البحري، زي ما انتوا كمان دايما فاتحين باب قلبكم معايا على الاخر، انا بتكلم فيه بمنتهى الصراحه. الناس حاسه بتقل، حاسه بثقل، حاسه انه الاسعار اللي عمالين التجار يغلوها والمنتجين يغلوها ويقول لك اصل مش عارف ايه، الكلام ده كابس على نفسنا بصراحة يعني، ومنعكس على فكرة أيضا التخزين لرمضان. طب هنخزن، طب نخزن أحسن مش، والإشاعات بقى واللجان الإلكترونية وأهل الشر والهيصة دي كلها، الحقوا الحاجات مش هتبقى موجودة، لا الحاجات هتبقى موجودة، الحقوا كده بيلخبطوا الدنيا. طيب عشان بقى نرتب دماغنا في ده، احنا قلنا ان الدولة منتبهة لهذا الامر، منتبهة بطرق مختلفة. الاجهزة الامنية منتبهة فبينزلوا يعملوا ضربات امنية قوية على مخازن السرية اللي التجار عاملينها ومخزنين فيها البضاعة، وبيقبضوا على، بيلاقوا سكر وزيت وبتاع، وبيلاقوا تجار محتكرين ومسقعين ومنشفين السوق وشايلين. كمان الدولة منتبهة بتوفير السلع كلها بكميات كبيرة علشان الناس تخش على رمضان وهي حاسة بالأمان وحاسة إنه الدنيا أقل وطأة وصعوبة. خلوني أقول لكم إنه الدولة بتستعد، وكان في قرارات كتير مهمة، المحافظات كلها شغالة. رئيس الوزراء كان أطلق قرار مهم، قال إنه لابد من وضع الأسعار على 7 سلع استراتيجية كمرحلة أولى، السكر والرز والمكرونة والألبان والجبن الأبيض والزيت والفول، ويتم الإعلان عن أسعار بيعها. وقلنا يا جماعة السلعة يطلع عليها سعرها، فلما أروح أشتريها ولاقي إن السعر اللي على السلعة البقال بيبيعه أعلى، يبقى معنى الكلام ده إن أنا أروح أبلغ في البقال لأنه بيخالف القانون. كمان الدولة موفرة المخزون الاستراتيجي الآمن
لمدة 6 أشهر بالنسبة للقمح والرز التمويني والسكر التمويني والزيت والمكرونة والدواجن واللحوم المجمدة. رئيس الوزراء كان عقد اجتماع لمتابعة توافر السلع في معارض أهلا رمضان وكلنا واحد. المبادرات كتيرة، هذه المبادرات الدولة بتوفر فيها السلع بأسعار مختلفة في كل المحافظات. خلونا ناخد أول مداخلة لنتكلم مع ضيفنا في هذا الموضوع، ونرجع نتكلم بالتفصيل. معانا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة اليوم السابع. مساء الخير يا أستاذ أحمد. اهلا بحضرتك استاذه اميره، واهلا بالساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم بخير بمناسبه قرب حلول شهر رمضان المبارك. طيب استاذ احمد، احنا عارفين ان كان في او صدر مجموعه من القرارات لضبط السوق والاسعار، حضرتك تحب تتكلم معانا في ده تقول ايه؟ هو الحقيقه طبعا وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعليماته للحكومه المصريه بضروره العمل على توفير السلع الاساسيه والحفاظ على استقرار الاسعار، وطبعا توفر السلع باسعار مناسبه للمواطنين خلال المرحله الحاليه. تم اقرار مجموعه من القرارات خلال الفتره الماضيه، ابرزها ضروره وضع الاسعار الخاصه بالمنتجات والسلع الاساسيه زي ما قلنا الزيت والمكرونه واللبن والجبنة والفول والعدس والسكر والأرز على المنتج نفسه، بحيث أنه هو يكون أداة من الأدوات اللي بتساعد المواطن على أنه يعرف السلعة تمنها دلوقتي متحدد بكم بالضبط. وتم الاتفاق على أن في زيادة في حركة نقل السلع وتوفرها في كل المنافذ المتعلقة سواء بوزارة الزراعة أو بوزارة التموين أو غيرها من المنافذ الخاصة بتوفير السلع للمواطنين، بالاتفاق مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، وطبعا تنظيم معرض أهل رمضان اللي انطلق النهاردة في محافظات كتير، وطبعا بالاتفاق مع كبار منتجي السلع الغذائية والرمضانية. والحقيقة برضو رئيس الوزراء أكد على ضرورة تفعيل الحملات الرقابية الخاصة بالأجهزة الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز يعني حماية المنافسة الاحتكارية. وطبعا الفكرة الأساسية أن طول ما مسار توافر السلع شغال والمسار الآخر بضرورة دعم الأجهزة الرقابية في عملها والحملات اللي بتشنها على الأسواق لضبط الأسواق، ده مسار تاني مهم جدا. بالإضافة إلى أن الحقيقة بشوف نقطة مهمة جدا يا أستاذة أميرة، فكرة الضمير عند التاجر وعند المواطن. فكرة الضمير عند التاجر ان هو يلتزم بسعر محدد للسلعة دي وما يرفعش الاسعار، لان احنا كلنا في مركب واحد. صحيح. وفي نفس الوقت الامتناع عن بيع السلع دي جريمة، وفي نفس الوقت بيعاقب عليه القانون. بس أنا وكمان ده بتنعكس على سعر الاسعار المقدمة للمواطن نفسه، والمواطن عليه دور ان هو يقدر يبلغ لو في اي مخالفات خاصة سواء البيع بأسعار مختلفة عن الأسعار الموجودة على المنتج نفسه أو الامتناع أو حجب بعض السلع الأساسية. أستاذ أحمد، فكرة الضمير، أنا التجار اللي يمدي بيفكروني يعني بما كان يقال تاريخيا عن تجار الحرب أيام الحرب العالمية الثانية، اللي هي الناس اللي بتنتهز أحداث تتربح وتتكسب بيها على حساب جموع الناس. هل أنا كده شايفة المشهد صحيح؟ هو الحقيقة في بعض الناس معدومي الضمير بيخزنوا أو بيحجبوا بعض السلع الأساسية عن البيع، طبعا على أساس أنهم يكسبوا أكتر خلال الفترة الحالية وفي وسط الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة اللي بيمر بها العالم كله وبتأثر على كل دول. وبالتالي يعني لو كل واحد يراعي ضميره في الشغلانة اللي هو بيعملها، في ان عندك منتج ما تخزنوش، اعرضه واعلن السعر بتاعه، لان احنا كلنا في مركب واحدة، والمواطن لما بيشوف اي مخالفة برضو دوره في ابلاغ الاجهزة الرقابية والاجهزة المعنية، بحيث ان هو يحد او يفعل عنصر الردع الخاص بالمخالفات المتعلقة بالسلع الاساسية، لان كلنا بنتأثر ببعض. ودول العالم دلوقتي أي مشكلة في سلاسل الإمداد وتوريد السلع
من اماكن الانتاج او من دول المنتجه الى الدول المستهلكه بتاثر على العالم بلا استثناء، لان العولمه خلت كل العالم يتاثر ببعضه، صحيح. وكل الازمات بتسمع في كل دول العالم بلا استثناء. طيب أستاذ أحمد، الدولة بتواجه ما يحدث في السوق من احتكار وإخفاء السلع ورفع الأسعار غير المبرر بالمعارض زي معرض أهلا رمضان وكلنا واحد وغيره، اللي هو الدولة بتوفر السلع وبتقول يعني رسالة للمواطن أنا شايفة اللي بيحصل وبنعالجه بطرق مختلفة من ضمنها هذه الطريقة. كيف ترى هذا المشهد؟ الحقيقة يا أستاذة أميرة، المعارض اللي بتبيع السلع التموينية والسلع الغذائية واللحوم المجمدة والطازجة بأسعار مخفضة أو affordable prices للمواطنين، دي عنصر من العناصر تفعيل دور الدولة في الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين وإتاحة السلع في الأسواق. والحقيقة أنا عايز أقف عند نقطة مهمة جدا، يعني أخطر مشكلة ممكن تقابل أي اقتصاد في العالم هو مشكلة إتاحة السلع، توافر السلع في الأسواق. ايوه ولكن خلينا نقول في مصر على مدار تاريخها حتى في أصعب الأزمات العالمية والأزمة الاقتصادية العالمية، الدولة المصرية ملتزمة بتوفير المنتجات وكل السلع بتبقى متوافرة في الأسواق، وعن طريق آليات الرقابة وإحكام الرقابة على عمليات البيع بيتم ضبط الأسواق، وهو ده اللي بيحصل بشكل أساسي. إحنا بنشوف النهاردة مع انطلاق معرض أهلا رمضان وبالتعاون طبعا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وزارة التموين والتعاون مع الغرف التجارية وغيرها من الشركات الكبرى المصنعة للمنتجات الغذائية في مصر أو السلع، بنشوف إن توفير أكثر من 8200 طن من اللحوم الطازجة، أكثر من 2000 طن من اللحوم المجمدة، 2500 طن دواجن مجمدة، توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية اللي طرحها في معرض أهل رمضان اللي بينطلق من النهاردة لحد يوم 11 مارس مع يعني موعد الشهر الكريم. كمان طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، 17 ألف طن زيت طعام، 30 ألف طن من الأرز، دي كلها سلع أساسية، منظومة تموينية في منافذ الصرف التمويني طبعا للزيوت بكل أشكالها، بالإضافة إلى أكثر من 270 منفذ تابع لوزارة الزراعة لبيع المنتجات واللحوم البلدية بسعر 280 جنيه للكيلو. دي كلها منظومة من المعارض ومنظومة من المنافذ التابعة للدولة اللي هي بتوفر بيها السلع والمنتجات الغذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك بأسعار في متناول المواطن طيب أستاذ أحمد، معلش سؤالي الأخير لحضرتك. الناس أحيانا بتسمع إشاعات وأكاذيب، أنا يعني بمنتهى الجرأة أقول كده، حوالين المخزون الاستراتيجي للسلع. طبعا الناس أحيانا بتقلق، أنت عارف حضرتك المثل المصري، الزن على الودان أمر من السحر. حضرتك تقول إيه للمصريين في شأن المخزون الاستراتيجي للسلع وجهد الدولة في هذا الأمر؟ عايز اقول لحضرتك يا استاذه اميره ان توجيهات القياده السياسيه والرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمه للحكومه هي العمل على توفير احتياطي استراتيجي امن ومستدام من السلع الاساسيه والاستراتيجيه لمده لا تقل عن 6 اشهر من تاريخ التعاقدات اللي بتقوم بها الهيئات والجهات الحكوميه، وبالتالي السلع متوافره في الاسواق. مصر على مدار تاريخها موجود مخزون استراتيجي من السلع والمقررات التموينيه وكل السلع الاساسيه، مخزون القمح بيكفي 4.3 شهر، مخزون الارز 13 شهر، السكر التمويني 5 اشهر، الزيت التمويني 4 اشهر، المكرونه أكتر من شهرين، الدواجن 14 شهر، اللحوم المجمدة مخزونها الاستراتيجي أكتر من 3 أشهر، توريد القمح المحلي وصل السنة اللي فاتت لنحو 4 مليون طن، في زيادة في عدد الصوامع اللي بتخزن الغلال في مصر، 83 صومعة لتخزين الغلال بحجم طاقة تخزينية 3.5 مليون
طن، وده قفزه كبيره جدا من 2014 وحتى الان، تضاعفت اكثر من مره الصوامع الخاصه بتخزين الغلال. وبالتالي كمان عايز اقول لحضرتك نقطه مهمه، ان الاحتياطي من النقد الاجنبي لمصر وحجمه 35.2 مليار دولار بيكفي معظم الاحتياجات الاساسيه والسلع الاستراتيجيه والاساسيه للمواطن المصري لمده 5 أشهر، وهو أعلى من المعدل العالمي. المعدل العالمي بيبقى يكفي المخزون الاستراتيجي للنقد الأجنبي لمصر لمدة 3 أشهر. يعني أستاذ أحمد، حضرتك 5 أشهر، حضرتك ببساطة رسالة للمصريين اللي بيتابعونا، نطمن اطمنوا، مصر طول عمرها بلد خير ومتوافر كل السلع الاستراتيجية في الأسواق، وفي حملات ورقابة دائمة من الأجهزة المعنية، وفي توجيهات من القيادة السياسية بتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطن. وكمان كان في حزمة قبل أيام أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ب 180 مليار جنيه لرفع الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية غير المسبوقة. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد يعقوب، مدير تحرير جريدة اليوم السابع ورئيس قسم الاقتصاد، بنشكر حضرتك يا فندم، وما زلنا مع حضراتكم الدولة المصرية مدركة اللي المصريين فيه، وبتحاول بكل الطرق بكل الأدوات إن احنا نخش شهر رمضان ونبقى مستريحين مطمنين، وعموما نبقى مستريحين. معرض أهلا رمضان اللي هينطلق أو انطلق النهاردة الخميس في العديد من المحافظات، معرض أهلا رمضان ببساطة هيطرح سلع تصل فيها التخفيضات لنسبة 30%. الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بطرح كميات كبيرة من السلع والبضائع، وإنه في كل محافظة هيبقى فيها حد أدنى 3 معارض رئيسية، بالإضافة للشوادر والسيارات المتنقلة ومنافذ جمعيتي. أنا بقول لكم ببساطة شديدة، السلع في معرض أهلا رمضان هيبقى عليها تخفيضات، وهيبقى أسعار مختلفة خالص عن السوق وعن التجار اللي بيفتروا في الناس وبيحملوهم فوق ما يتحملوا. بس أنا عايز أقول لكم حاجة كمان، حضرتك تقولي لي السكر غالي، في السوبر ماركت غالي، في الهايبر غالي، في مش عارفة إيه اللي في الكومباوند إيه غالي، مش عارف فين غالي، بس في أهلا رمضان مش غالي. ما تقولي ليش بقى ولسه هروح مكسل أنزل أصل المشوار بعيد. لأ، ما هو احنا كمان لازم ندعم نفسنا، لما يبقى في معارض أهلا رمضان في كل محافظة على الأقل 3 معارض غير العربيات غير الشوادر، يبقى احنا لازم ندعم المبادرة دي وننزل نشتري احتياجاتنا من هناك، لأن أنا هوفر في الرز إيه وفي السكر إيه وفي الزيت إيه وفي اللحمة إيه، هوفر فتبقى الدنيا مبشبشة أكتر. هم بقى التجار بيغلوا وعمالين يخبوا السلع وضغطين على الناس، ما نفوت عليهم يا جماعة الموضوع ده ونروح أهلا رمضان. أنا مش عايزة أقعد أقرأ لكم أسعار السلع، والله كاتبين كشوف وقوايم أهي، يعني حاجة يعني هقول لك ان سعر السكر ب 27 جنيه، وهقول لك ان سعر الرز يتراوح من 20 ل 24 جنيه، وهقول لك كمان ان في اماكن كتيره جدا مثلا في محافظه الجيزه مع معرض اهلا رمضان، في شارع البوهي نهايه شارع الوحده، في شارع في حي الوراق، حي الوراق 4 منافذ أمام قسم شرطة الوراق، شارع محجوب ثابت بالعجوزة خلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطي، شارع الحوفي. أنا يعني ليه بقرأ؟ عشان أقول لكم إن الدنيا قريبة، في المسكي في منطقة زهراء المعادي، في ميدان العرب بالمعادي، في ميدان الحرية بالمعادي، في شارع 9 بالمقطم. ده أنا جايبة كده عينات كده ليه؟ حضرتك يا هانم، حضرتك تاخد كده المدام وتنزلوا كده مع بعضيكوا تشتروا حاجة رمضان من أهلا رمضان، وتجيبوا السلع اللي التجار منعينها عنكم ومخبيينها ومغليين سعرها، ونقول أهو الدولة بتحاول تهون وإحنا كمان بنحاول نستفيد من ده. التجار بقى هنعمل معاهم إيه؟ التجار البوليس بينزل بيفتح المخازن بيصدر البضاعة، التجار السلعة اللي عليها سعر ويبيعها غالي ما تطنشيش وتقولي ما هي 10 جنيه مش هتفرق و5 جنيه مش هتفرق، إنما
حضرتك تبلغي حماية المستهلك أو تبلغي الجهات المعنية، الراجل ده بيبيع بيخالف القانون وبيأذينا وبيضر الاقتصاد، يعني مش بيأذيكي لوحدك وبيضر الاقتصاد. خلينا ناخد مداخلة من المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرف التجارية بمحافظة الجيزة. مش مهندس أسامة، مساء الخير يا فندم. أهلا بيك وأهلا بحضرتك والسادة المشاهدين، ويعني كنت مع حضرتك بس مع أستاذ أحمد و بس أنا بختلف معاكم تماما في قصة التعليم. حضرتك دار بصفاته ممتازين في الغرفة التجارية، فحضرتك كل مكان حضرتك تنفع أطباء أو مدرسين أو دكتور. باشمهندس أسامة معلش الصوت سيء للأسف، مش عارف أسمع حضرتك، هنتصل بحضرتك تاني يا فندم. هنتصل بحضرتك تاني لأن يبدو أن الإرسال مش كويس، وإحنا حريصين كل الحرص على سماع وجهة نظر حضرتك كرئيس الغرف التجارية بمحافظة الجيزة. ما زلنا في أهلا رمضان. سلوكنا الجماعي في هذه الأيام محتاج أنه كمان يعني يتبصله بطريقة مختلفة. وأنا يا جماعة أنا على قديمه، أنا جاية من زمان، أنا جاية من البيوت ومن الزمن اللي كانت الناس بتحسب فيه كل حاجة، وكان اللي ما معهوش ما يلزموش، وكان على قد لحافك مد رجليك، وكان اللي معاه ربنا يبارك له واللي ما معهوش ربنا يرزقه. يعني احنا جايين من حتة كده تانية. فكرة احيانا بعض الافكار بتسيطر على الناس انه لا انا في غلا بس انا مش هنظم. يا عم انت هتعند معايا، انت هتعند على نفسك. كل الناس لابد منها تعيد ترتيب اولوياتها، تشوف تقدر تجيب ايه وما تجيبش ايه، تستغنى عن ايه، كميات ايه. كمان الناس لازم تعيد من ضبط سلوكها الاجتماعي. فكرة الزمان بتاعت يلا اما انا هنزل مشوار واحد هنزل اجيب 20 كيلو سكر و20 كيلو رز واخزن واملى الدواليب الخزين لا 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 لا، النهارده ما عادش ينفع الكلام ده، لانه حضرتك لما بتعمل كده بتاخد حاجة الناس التانية، لان هو كل يوم هيبقى فيه بضاعة، كل يوم هيبقى فيه سكر، وكل هيبقى يوم يبقى فيه رز، لكن ما ينفعش ناخد كل حاجه النهارده ونسيب بقيه الناس كده. طيب نرجع تاني للمهندس اسامه الشاهد رئيس الغرفه التجاريه بمحافظه الجيزه. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور يا فندم، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. انا عايز اطمن حضرتك تماما ان احنا في محافظه الجيزه حضرتك عندنا 5 معارض كبرى لاهل رمضان، واحد موجود في العمرانيه على مساحه حوالي 2000 متر، وواحد تاني في الشمال موجود في إمبابة على مساحة 800 متر، وواحد في البدرشين على مساحة 450 متر، ومعرضين آخرين واحد في 6 أكتوبر وواحد في الشيخ زايد. تمام. بالإضافة إن إحنا دلوقتي بنحاول إن إحنا نزود تباعاً عدد المعارض اللي موجودة، ده بخلاف العربيات المتنقلة اللي هتبقى موجودة. انا بطمن حضرتك دلوقتي مثلا حاجه سلعه استراتيجيه زي موضوع السكر، ايوه، او موضوع الرز او الزيت، او 7 سلع الاستراتيجيه اللي دوله رئيس الوزاره تحدث فيهم وكان باتفاق مع الغرف التجاريه ومعالي وزير التموين وطلعت فيهم اسعار محدده. احنا عندنا التموين بيغطي 70 مليون مواطن، ايوه، حضرتك بيتوجهوا بالمبلغ المحدد ليهم بيشتري السكر بسعر 12 جنيه. تمام. من الخصم من الدعم المادي اللي هو تمام. موجود. وزائد حضرتك ان المبادره حضرتك اذا كان من المستوردين او اذا كان من المصانع بتاعه السكر، هنتكلم على السكر كبند من البنود الـ7 اللي احنا بنتكلم عليهم. السكر بيتباع حضرتك ب 24 جنيه من المصنع، بياخده التاجر حضرتك للتعبئه والبيع للمستهلك ب 27 جنيه. تمام. زياده عن هذه المنافذ ان حضرتك في اتفاق مع سلاسل المحلات الكبرى زي خير زمان، زي مترو، زي فرجاني، زي كازيون، على اساس يدي انتشار اكبر في اماكن اكثر ممكن ان احنا كغرف تجاريه او كمعارض او كمنافذ تموينيه ما تصلش الى هذا الاماكن فيدي انتشار اعلى. تمام. يبقى عند حضرتك السلعه موجوده في بارت موجود داخل السوبر ماركت، ده بيبقى تابع المبادرة.
المبادرة حضرتك الأسعار محددة وموجودة، إذا كان الرز من 20 إلى 24 جنيه، إذا كان السكر ب 27 جنيه، إذا كان إزازة الزيت ال 750 جرام ب 40 جنيه، دي أسعار محددة وحضرتك في عليها تفتيش. التفتيش ده بيجي حضرتك من مباحث التأمين، من الغرف التجارية، من جهاز حماية المستهلك. إنما جهاز حماية المستهلك لا يستطيع إن هو يجبر التاجر على بيع سلعة تانية خارج هذه السلع بأي سعر. هو الالتزام الوحيد في حماية المستهلك هو وضع السعر على المنتج بالظبط، إنما ملوش دعوة هو بيبيعه بكام. بس إحنا حضرتك ده متوفر، حضرتك ممكن تلاقي السكر ب 27 جنيه وتلاقيه حضرتك في ريون تاني ب 50 جنيه. أيوه. وحضرتك تشتري من مكان ما حضرتك عايزة. طيب باشمهندس، السكر ليه ب 27؟ اتفضل. دولة بالاتفاق مع دولة رئيس الوزراء وزير التموين، بالنسبة للمستوردين حضرتك وفروا الدعم المالي في تغيير العملة بالسعر الرسمي، زائد ان لغوا الارضيات اللي موجودة او الغرامات او الجمرك. يبقى هنا الدولة تدخلت حضرتك عشان تخفف الاعباء على المواطن خلال هذه الفترة، والعملية دي مستمرة ان شاء الله لمدة لغاية ما تنتهي الازمة اللي موجودة ان شاء الله. عندنا. وفخامة الرئيس طبعا كان في الحوافز اللي هي اشار اليها استاذ احمد برضو. أيوه. ديت على اساس ان في فعلا غلاء، الغلاء ده جاي من تغير سعر الدولار، من قله سلاسل الانتاج، سلاسل الامداد اللي جايه من الدول الاخرى. بس انا ليا طلب من المواطن. اتفضل. بالنسبه للسلع الاستراتيجيه، لان اذا كانت مباحث التموين او الغرف التجاريه او حمايه المستهلك لا تستطيع حضرتك تغطيه الجمهوريه بالكامل. ايوه. عدد. فالمواطن حضرتك اللي يلاقي في سعر بالنسبه للسلع الاستراتيجيه ديت اللي موجوده تبع المبادره، في تاجر بيتلاعب فيها، المفروض يبلغ الغرفه التجاريه اللي تابعه ليها هذا المكان. تمام. واحنا هناخد الاجراءات. تمام. بس ليا طلب عند حضرتك. اتفضل. احنا مش عايزين تعميم. يعني انا شفت حضرتك خلال الفقره اللي فاتت مع الاستاذ احمد ان احنا بنعمم ان في جشع التجار. لا، انا بقول ان في فئه موجوده ممكن يكون عندها جشع، وده مش موجود في التجار بس، ممكن حضرتك تلاقيه في الاطباء، ممكن تلاقيه في استاذ باشمهندس اسامه. انا مدركه تماما ان احنا ان في كل فئه في ناس بتلتزم بالقانون وفي ناس بتخرج عنه. احنا ما بنعممش، احنا بننقل بعض شكاوى الناس اللي بتقول اننا بنخش في بعض المحلات نلاقي السلع مش موجودة، وكمان بننقل نفس الكلام اللي بنقراه على الضبطيات القضائية اللي نزلت وفتحت مخازن ولقت سلع متخزنة ومحتكرة. ده مش معناه ان انا بعمم على اجمالي التجار والمحلات في مصر، مش منطقي. لا، احنا حضرتك تابعنا القصة دي حضرتك، والنهاردة لو في مخزن لمحل معين موجود فيه بضاعة مش معناه ان هو منحها عن البيع. لا، مفهوم برضه يا فندم. حضرتك التاجر اذا هو عنده طن او 2 طن او 3 طن مش هيحطهم جوه المحل. تمام. بيحط 50 60 كيس موجودين على الريون، ولما بيبتدوا يخلصوا بيبتدي يحط جوه المكان. فالنهارده وجود البضائع داخل مخازن التجار اللي موجوده مش معناه ان هو حضرتك بيمنحها عن البيع، المهم هو موجوده السلعه داخل المحل عنده باستمرار، وفي مراقبه حضرتك للكميات اللي بتخش والكميات اللي بتتباع من خلال الكمبيوتر في الاماكن دي. يا باشمهندس اسامه، احنا طبعا بندعم فكره المراقبه، بس انا بقول اهو حضرتك بتقول هو عنده بضاعه في المحل وعنده كميات اكبر في المخزن ما يقدرش يعرضها كلها في المحل. موافقه. تمام. يا فندم، لكن ماذا لو تبين انه عنده كميات في المخزن وانه رافض عرضها في المحل؟ يعني لو البضاعه حضرتك وجدت البضاعه داخل المخزن ومش موجود منها جزء داخل المحل للجمهور، يبقى هناك مخالفه. صحيح. شكرا الباشمهندس اسامه الشاهد رئيس الغرفه التجاريه بمحافظه الجيزه، بنشكر حضرتك يا فندم على هذه المداخله من ضمن الدعم اللي الدوله المصريه بتوجهه للمواطنين، معارض وزاره الزراعة. معارض وزارة الزراعة أيضا بتستعد
لاستقبال شهر رمضان بمضاعفة كميات البضائع المعروضة من السلع الغذائية والبقوليات والخضار واللحمة، وبتخفيضات تتراوح من بين 25 و30% بمبادرة خير مزارعنا لأهالينا. يا جماعة خدوا بالكم، احنا عمالين نتكلم عن أهل رمضان وكلنا واحد وخير مزارعنا لأهالينا، بنتكلم عن متابعة الغرف التجارية في ومتابعة المحافظات السيد رئيس الوزراء ومتابعة ما يحدث بقرارات لأن كلنا وإحنا زي ما كنت بقول للمهندس أسامة، احنا بنعممش، احنا ما عندناش، بالعكس التجار واصحاب المحلات دول اهلنا واولادنا واخواتنا وجيراننا، وكلنا مفروض نبقى ايد واحده عشان نتجاوز الازمه اللي منعكسه على الكل. لكن هناك البعض يخالف القانون ويرتكب مخالفات، مش انا اللي بقول، ده الداخليه اللي بتقول والحملات الامنيه اللي بتقول والضبطيات القضائيه اللي بتقول، لكن مش معنى كده ان الكل بيخالف. لكن المصريين يروا ان هناك بعض البضائع بتتعطش، بتختفي من المحلات، بتتباع بسعر أعلى بالمخالفة للقانون. خلونا نرجع لخير مزارعنا لأهالينا، ومعانا مداخلة مع الأستاذ الدكتور محمود القرش المتحدث الإعلامي محمد القرش المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بألف صحة وسلامة وكل شعب مصر بخير يا رب. يا رب. وزارة الزراعة لها يعني مجهود وعمل دؤوب في شأن توفير السلع في كل منافذها قبل رمضان للمصريين، حضرتك تقول لنا إيه في هذا الأمر؟ يعني الأول كل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة وكل شعب مصر بخير يا رب إن شاء الله. والحقيقة إحنا في الفترة بتاعت رمضان والأعياد دايما بنلاحظ في زياده في حجم الشراء، وبالتالي احنا قمنا بدور في الفتره اللي فاتت ان احنا بنكثف من المنافذ التابعه لوزاره الزراعه، وايضا بننسق مع باقي منافذ الدوله المصريه. الحقيقه في العديد من المنافذ، منافذ وزاره الزراعه لها دور كبير جدا، وعندنا اكثر من 273 منفذ موجودين في مستوى الجمهوريه بالكامل، وبنحاول ان احنا ننشئ معارض جديده لخدمه المواطنين وتقديم السلع باسعار مناسبه ضمن مبادره خير مزرعنا لاهالينا، اللي تعتبر مبادره رائده، لان احنا مش بس بنوفر السلعه للمستهلك بسعر مناسب، انما ايضا احنا بناخد السلعه من المنتج المحلي، بنساعده على تحسين قدراته التسويقيه وتحسين قدراته الانتاجيه، وبالتالي فهي منفعه للجميع، وبالتالي ده بيكون امر ايجابي بيحقق تكامل في عمليه التنميه، وايضا توفير السلع للمواطنين باسعار مناسبه، وكمان بنوفر في باقي منافذ الدوله بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنيه علشان يكون دايما في اتاحه واستمرار في الاتاحه امام المواطن. دكتور محمد، ده انتاج الوزاره يا فندم؟ اه طبعا، في حاجات كتيره بتكون انتاجنا، وفي حاجات بتكون انتاج صغار المزارعين والمنتجين، بناخدها وبنعرضها لهم كمان. وحضرتك لما انتاج الوزاره او انتاج صغار المزارعين ده، انتوا بتحطوا هوامش ربح واسعار مختلفه عن بقيه الاسعار وهوامش الربح التجاريه الموجوده في السوق؟ اه طبعا، احنا لما بنحط هامش الربح للمنتجات بنكون دايما مراعيين المنتج او الصغار المنتجين، وفي نفس الوقت بنراعي برضو المستهلك، ان يكون دايما السعر مناسب للمستهلك المحلي والمستهلك المصري، وكمان دي بتبقى فرصه للمنتجين، فكمان بتقلل من حلقات الوسيطه اللي بتتعامل في المنظومه، وبالتالي ده بيعود بالنفع على المستهلك ان اللي بيلاقي سلعته بسعر انسب وبسعر مناسب، وده بيخلي دايما يكون عندنا انخفاض في الاسعار مقارنه باسعار السوق بنسب ممكن بتوصل في بعض المنتجات لاكثر من 30 و40%، لكن في المتوسط العام بنتكلم في حوالي 20 او 25%. اي حد، اي مواطن يقدر يروح منافذ وزاره الزراعه يشتري، مش لازم يبقى لا موظف ولا اي حد، يعني ده للناس كلها. بالظبط، متاحه لكل للجميع ومتاحه في اي وقت ان شاء الله. طيب حضرتك، انا قاريه انه انتوا ليكوا 274 منفذ على مستوى الجمهوريه في كل المحافظات. بالظبط يا فندم. يعني انا كمواطن لو عايز اعرف المنفذ بتاع وزاره الزراعه في الحته الفلانيه او في الحته الفلانيه، اروح فين؟ ادور على ايه؟ ازاي يعني؟ احنا دايما بكل المنافذ بتاعتنا موجوده في مناطق اللي فيها الادارات الزراعيه او اجهزه الحكم المحلي.
ايوه واحنا كمان بنحاول نخلي دايما في عندنا مجموعه منافس متنقله، بنخلي دايما عمليه تواجدها بيكون بالتنسيق مع جهاز الحكم المحلي عشان نطمئن ان كل الفئات او كل المجتمع اخذ السلعه بتاعته. ممكن كمان يكون في بعض المناطق اللي فيها تكدس في المنافس، يعني ممكن يكون احنا موجود اكتر من منفذ لاكتر من جهه، انما احنا لما بنحطها تحت اجهزه الحكم المحلي فاحيانا بنحتاج ان احنا نزود في مناطق اخرى ومناطق مختلفه، وده بتساعد في تلبيه احتياجات المواطنين. فبالتالي احنا عندنا مناطق منافس ثابته بيكون معظمها موجود بجوار اجهزه الحكم المحلي او ادارات الزراعيه، وفي نفس الوقت في منافس متنقله بيتم توزيعها وفقا للخريطه اللي بتحددها اجهزه الحكم المحلي. تمام. الدكتور محمد القرش المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة، بنشكر حضرتك يا فندم. منتجات وزارة الزراعة موجودة في منافس كتيرة. أهلا رمضان، أنا بحب منتجات وزارة الزراعة، العسل لأنهم بحس بجد إن الكيلو بخيره جايين كده من الفلاحين طازة وفريش. بحب قوي الحاجات بتاعتهم ودايما تلاقوا عليهم زحمة. أهلا رمضان، حضرتك انزلي روحي اشتري السلع بالأسعار اللي فيها تخفيضات، ورمضان هيخش علينا بخيره، هيخش ايام مفترجه، وفي رمضان كل ما بالخير بيزيد، معرفش ازاي الدنيا الرزق بيزيد والخير بيزيد اكتر واكتر، والمصريين هم اهل الجدعنه. وده بقى نبقى نعمل لكم حلقه مخصوصه عن الموضوع ده. متهيألي عمالين يقولوا لي الوقت خلص وانا مش عايزه امشي الحقيقه، يعني ممكن افضل قاعده معاكم كمان 5 دقائق، انما هم بدل ما يزعلوا منا. كل سنه وانتم طيبين. النهارده وقت برنامجنا خلص، وإن شاء الله نلتقي على خير الأسبوع الجاي في حلقة جديدة، وافتح باب قلبك، وكل سنة وانتم طيبين.